ورجعنا لكم من جديد على كوين 3، وكالعادة طبعا زي ما انت متعود من عندنا على الجديد والحصر، النهاردة معنا اير دروب NFT على شبكة سولانا. لحد دلوقتي كل العملات اللي بتنزل على شبكة سولانا بتكون معتمدة، ما شفناش فيهم اير دروب غير صادق. طيب التسجيل النهاردة هتكون عندك محفظة سولتا، هسيب لك الرابط طبعا، محفظة لا مركزية بتقدر تعمل عليها حساب بدون اي مشكلة، بتفتحها اول حاجة وبترجع طبعا على رابط الاير دروب، بس بقولك مثبت في رابط الاير دروب عندنا في تليجرام واسفل الفيديو. بترجع طبعا للرابط، التسجيل سهل جدا وحاجات بسيطة جدا جدا. اول حاجة بتعمل كونكتر وايد، بيظهر معاك طبعا شبكات زي ما انت شايف، طبعا سولانا وسولانا اكسترات وسوبر فيت وبلاتفورما. طبعا عشان البونص هينزل على اول واحدة سولانا، فبتنزل على محفظة سولت، بتفتح طبعا محفظة سولت بالشكل ده، بيقول لك الباسورد حاجة طبعا انت كده عارفها، بمجرد ما بتفتح الباسورد بيقول لك كونتينوار، بتروح بقى توافق زي شبكة ميتا ماسك بالظبط، بترجع على المحفظة بتاعتك بتلاقيها معامل لك موافقة، بتقول له موافق من هنا على المحفظة بتاعتي، بيفتح معاك العقد يا معلم. يبقى انت كده في قلب المحفظة، بتتخطى الريبورت، بتقول له ريجسترار او تسجيل، بيظهر معاك الريبورت العادي، وبعد كده بنخش نعمل المهام اللي احنا بنعملها كل يوم عندنا في كوين 3. فلو عجبك المحتوى وانت بتتفرج علينا ما تنساش تعمل لايك يا زميلي. بتتخطى الريبورت بالشكل ده، وبمجرد طبعا ما بتتخطى الريبورت بتيجي معاك مرحلة الاير دروب نفسها. زي ما انت شايف طبعا بتنزل هنا تحت تقرا شويه، بيقول لك حضرتك هنا السوشيال ميديا، على كل تسجيل طبعا بتاخد بونص. يبقى التسجيل ده احنا بنعمله كل مره، بتعمله ازاي؟ بتخش على تليجرام وبتخش على تويتر. يلا كده نعمله مع بعض. اول حاجه بخش على تليجرام بالشكل ده، بيظهر معاك طبعا صفحتين، بتقول له انضمام للصفحه الاولانيه، بيحولك مباشره على تليجرام، بتعمل له انضمام وبترجع تاني في حاجه اسمها صفحه ثانيه. يعني احنا انضمينا في الاولى، فاضل الثانيه، بتيجي تحت على حاجه اسمها نيكست عشان يحولك الصفحه ويقول لك انضم في دي كمان. فبمجرد ما بتدوس نيكست بيحولك على قناه كمان، فبتخش طبعا تعمل انضمام للقناه الثانيه، وبتيجي تعمل كونفيرمار اخر حاجه اللي هي انا انضميت للاثنين، بيظهر معاك علامه صح. وبالشكل ده بتعمله على تويتر، نفس اللي عملته في التليجرام بتعمله في تويتر، وده بنعمله كل يوم يا جماعه. فبتيجي طبعا تعمل على تويتر انا متابعه، نفس الكلام بتتابعه، بمجرد ما بتتابع هنا بتقول لك على اللي بعدها اعمل ريتويتر، الريتويتر ديت اللي هي متابعه بالعربي، فبتخش طبعا بيحولك على الرابط، بتعمل له متابعه، وبعد كده بتروح تاخد الرابط نسخ بتاع حضرتك عشان زي ما انت شايف كده، دي الريتويتر اللي انت هتعملها ريتويتر، وبتاخد الرابط بتاعها بالشكل ده كالعادي جدا، وبترجع على مكان اسفل الفيديو وبتحط الرابط بتاع حضرتك وبيتعلم عندك صح. وبكده بيكون في قلب محفظتك 1000 قطعه اكس من عمله الاف تي اللي هي تتوزع مباشره على محفظتك. ده طبعا رابط الاحاله، وبكده بتكون مؤهل انك انت هيوصلك البونص، يعني هيوصلك. طبعا دي معلومات لو عايز تقراها، ولكن لو طلعت فوق شويه كده هيقول لك هنا مرحله البيع ومرحله التجميد. العمله طبعا بتبقى نازله متجمده، فانت لو موجود عندنا في جروب تليجرام بنقول لك طبعا وقت التوزيع ووقت كل حاجه. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك، ونشوفك في الجديد.